السلام عليكم. عدن تستيقظ مجدداً على حراك جماهيري جديد، لكنه مختلف هذه المرة، كون القائمين على الحشد لم يأتوا من ميادين النضال كما كان سابقاً، بل جاءوا من داخل بنية السلطة ذاتها والتي يناهضونها، وهو أمر يفسر على أنه صراع على السلطة أكثر من الصراع على القضية. إن جنوب ما بعد 4 مايو 2017 ليس كجنوب ما قبل هذا التاريخ على قاعدة التوافق والشراكة الوطنية الجنوبية. هذا أبرز ما تضمنه بيان ما عرف بإعلان عدن، وهي إشارة إلى سيناريوهات محتملة على الصعيد الداخلي وقد تكون مسنودة خارجياً من قوى إقليمية بعينها. التناغم مع الواقع الوطني والإقليمي لا يبدو حاضراً في مسلك النخبة الجنوبية الداعية إلى حشد الخميس في العاصمة المؤقتة بعدن، والتي تبدو متقدمة جداً على المزاج السياسي لدى بعض النخب الجنوبية، حيث تنظر إلى عدن كجهة جهوية وليست عاصمة مؤقتة لليمن الاتحادي المنتظر. مشاهدينا الكرام، هنا نتساءل ماذا يشكل حشد الخميس من أهمية على مشروع استعادة الدولة اليمنية الاتحادية وفق المرجعيات الأساسية، المبادرة ومخرجات الحوار والقرارات الأممية، والأصبحت الجماهير في الجنوب أداة سلطوية خارج سياق القضية، وما مخاطر ادعاء تمثيل الجنوب في هذا التوقيت الذي أصبحت فيه النخبة الجنوبية في الصف الأول لقيادة السلطة؟ حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. دعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود بعده للنقاش. ماذا يعني تشكيل قيادة سياسية للحراك الجنوبي؟ سؤال يأتي عقب ما عرف بإعلان عدن الصادر عن تظاهرة الخميس في العاصمة المؤقتة التي تمخضت عن كيان سمي بالكيان السياسي الجنوبي. لا إجابة حتى اللحظة. التظاهرة التي جاءت على خلفية قرار تغيير قيادة السلطة المحلية في عدن تعود هذه المرة بمضامين سياسية جديدة، أبرزها تفويض المحافظ السابق عيدروس الزبيدي بإعلان قيادة سياسية لإدارة وتمثيل الجنوب. مرة أخرى يحضر الجنوب في الخلافات السياسية ويغيب في المصالح العامة، خصوصا مع جملة من الاتهامات وردت في البيان المنسوب لمنظمي الحملة، أبرزها اتهام قيادة الشرعية وتيارات سياسية بعينها بالانقضاض على الشراكة السياسية واختطاف الشرعية. الجنوب مجددا يبدو بين مركزين جديدين على مستوى الداخل، بين عدن والمكلا تبدو لافتتين تلوحان في أفق المشهد الجنوبي، حيث تبدو حضرموت أقرب إلى رؤية الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم ومساندة للشرعية بشكل واضح. يظهر أن الحراك في عدن وقيادة السلطة المحلية السابقة يمضيان باتجاه مختلف، كما جاء في البيان الذي صيغ بأجندة تختلف عن أجندة الشرعية ومشروع استعادة الدولة في بعض المضامين على الأقل. بين هذا وذاك يبدو مصير السلطة المحلية في عدن مفتوحا بعد أداء اليمين الدستورية للمحافظ الجديد عبد العزيز المفلحي، ويرى متابعون أن مزاولة المحافظ لمهامه في عدن سيحدد مآلات الوضع القائم في العاصمة المؤقتة. بين التحركات السياسية في الجنوب والتحركات العسكرية في الشمال، ينتظر اليمنيون استعادة الدولة في لحظة ارتبطت فيها الدولة باحتياجات الناس في ظل تفاقم المأساة اليمنية منذ الانقلاب والاجتياح. إذا مشاهدينا الكرام، سيكون معنا الآن الصحفي والكاتب فؤاد مسعد عبر الهاتف من عدن. مساء الخير أستاذ فؤاد. مرحبا ومساء الخير لك ومثال المتابعين والمشاهدين. اهلا بك استاذ فؤاد. بدايه، حراك جماهيري، تغييرات سياسيه وبيان ايضا، كيف يبدو المشهد في عدن؟ نعم، يعني وكما تفضلتم في التقرير وفي المقدمه يتضح ان هناك يعني توجه نحو يعني تشكيل كيان سياسي. من حيث الفكرة ليس جديد، لأنه سبق للمحافظ الزبيدي قبل يعني تقريبا 8 أو 9 أشهر أن دعا إلى تشكيل هذا الكيان السياسي على أساس أن يكون ممثل لجميع المكونات السياسية المنضوية في إطار ما يعرف الحراك الجنوبي، لأنه معروف أنه يضم كثير من المكونات و
منذ نشأته قبل 10 سنوات لم يتبلور حامل سياسي يمكن أن يحتكر تمثيل يعني المطلب الرئيسي الذي يطالبون به أنصار الحراك وهو الانفصال وإنهاء عقد الوحدة اليمنية. وبالتالي جاءت هذه يعني الخطوة بعد إقالة الجبيدي لتتعزز لدى القواعد ولدى قيادة الحراك بالدفع قدما نحو تشكيل هذا الكيان السياسي الجديد. في الأمر أنه الآن يعني وفق هذا البيان وفق هذا الإعلان يتحدث عن أن الكيان السياسي سيكون معني بإدارة وتمثيل الجنوب، بينما كان في السابق كان يعني المتوقع أن يقوم بتمثيل الجنوب على اعتبار أن الإدارة موكلة للحكومة ولأجهزتها سواء الأجهزة الأمنية أو السلطة المحلية. نعم، إذا أستاذ فؤاد برأيك يعني هل سيؤثر هذا الأمر على حياة الناس يعني خاصة في ظل غياب الكثير من الخدمات أو احتياجهم لهذه الخدمات مع اقتراب الصيف؟ يبقى الأمر يعني عند حدود الإعلان والبيان وتسجيل موقف سياسي وإعلامي إلى حد ما، لا يمكن يعني التنبؤ بما يمكن ان يحمله الحامل او المكون السياسي او الكيان السياسي او المجلس السياسي الا في حال اتضحت المهام والاعمال التي سيقوم بها. ويعني من خلال هذا الاعلان لا يبدو ان هناك يعني توجه من القائمين على هذا الكيان على مواجهه الحكومه او رفض ادائها، بل يعني لم يصدر عنهم حتى موقف تجاه الحكومة، يعني اكتفى البيان والإعلان بمجرد الإشارة إلى أن قرارات الرئيس هادي مرفوضة فيما يتعلق بإقالة الجليدي أو أي قرارات مماثلة محتملة. وبالتالي يصعب الآن الجزء إذا كان هذا الكيان السياسي سيقوم بالأعباء الإدارية التي من خلالها ينازع أداء الأجهزة الحكومية، وكثير منها لا يزال موجود فيها يعني ممثلين لدى الحراك الجنوبي، لأنه منذ تحرير عدن والمحافظات الجنوبية تم يعني استيعاب كثير من قيادات وكوادر الحراك في السلطة المحلية والأمنية. وبالتالي يعني ما الذي يمكن ان يفعله الكيان السياسي؟ نعم، لكن عفوا استاذ فؤاد، يعني ام انها ستكون بعيدا عنه؟ نعم، كان يعني ربما من ابرز حجج البيان انه لم يتم استيعاب قيادات المقاومه كما قيل وتم تهميشها. لو تحدثنا يعني عن تحليل مضمون البيان السياسي، ما الذي حمله من مضامين مهمه برايك؟ لا يمكن يعني ان نستقرئ اهم يعني الرسائل او المضامين من هذا البيان ومن الفعاليه برمتها الا بالنظر الى السياق الذي جاءت هذه الفعاليه في اطاره، وهو يعني على خلفيه اقاله الزبيدي. وبالتالي يظل الامر وكانه يعني اولا رد اعتبار للزبيدي من خلال تبني نفس الفكره التي دعا لها عندما كان محافظ، وهي تشكيل الكيان السياسي الجامع لكل المكونات، بينما يعني تبقى بعض يعني بعض مضامينه غير قابله للتنفيذ، لانه لا يمكن الجزم ان هناك كيان سيتحمل الاعباء الاداريه في وقت عجزت كثير من الاجهزه الحكوميه وهي المدعومه من يعني المجتمع الدولي، مدعومه من التحالف العربي، ومع ذلك لا تزال يعني توجد كثير من الاخفاقات، والدليل ان الاخفاقات التي بنيت بها السلطة المحلية وهي المسنودة والمدعومة والتي تحظى بشرعية التوافق السياسي داخليا وخارجيا، وهل يمكن أن تنجح فيما فشلت فيه وهي مدعومة، مع العلم أنها ستكون معزولة في حال شكلت إدارة أو قيادة تتبنى أو تقوم يعني بالأعمال التي يفترض أنها من اختصاصات الحكومة. نعم، إذا أستاذ فؤاد يعني هل سيؤثر ما جاء في البيان من مضامين على مسار مشروع استعادة الدولة من الانقلاب؟ لا أظن يعني استعادة الدولة بشكل كامل هي يعني مواجهات على الصعيد الميداني والعسكري متواصلة، أيضا على الصعيد السياسي لا يمكن أن تتأثر، لأنه يعني لم يحدث بهذا البيان أو هذا الإعلان
لم يحدث انشقاق يعني بالمعنى الحقيقي للكلمة، لم يحدث انشقاق في صفوف ومكونات الشرعية، لأن الحراك ظل متمسكا بخطابه حتى أيضا في الزبيدي في أكثر من مناسبة ظل يؤكد على أن الهدف هو يعني إقامة واستعادة دولة الجنوب، وبالتالي يعني لم ينسلخ جزء من الشرعية بعكس ما يبدو أو يعني ما يظهر، لأنه الذي يتضح أن هناك يعني احتقان عبرت عنه الفعالية يعني بردة فعل تجاه قرار إقالة. هل يمكن أن أي قرار إقالة مماثل تصحبه يعني فعالية تكون بنفس الحجم وبنفس الزخم وبنفس الآلية وبنفس الدعوات أيضا لتكرار يعني الكيان السياسي، وهي ليست يعني أول مرة، سبق بيانات كثيرة تحدثت عن الدعوة للكيان السياسي، كانت في الفترة الماضية يتم الحديث عن مؤتمر جامع أيضا عن حامل سياسي، لكن هذه ظلت يعني منحصرة في إطار النقابة القيادية، لم تتبلور كمشروع على الأرض. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فؤاد مسعد الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وننتقل الآن إلى الأستاذ عبد الناصر العودلي الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير من الرياض. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء النور، مرحبا بكم أختي الفاضلة. أهلا بك أستاذ عبد الناصر. بداية يعني تحدث البيان عن تمثيل الجنوب، هل هنالك قوة بعينها يعني تدعي احتكار تمثيل الجنوب برأيك؟ نعم عزيزتي، أولا قبل أن نتكلم عن هل هناك قوة تمثل الجنوب، نحن أولا ننطلق من مخرجات الحوار التي خرج بها اليمنيون والتي أجمع عليها أو أجمعت عليها القوى السياسية بعد مخاض عسير وبعد أزمة عصفت باليمن شماله وجنوبه. لا شك أن هناك عدة قوى جنوبية وهناك مكونات سياسية جنوبية عديدة على الساحة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدعي جهة من الجهات أو مكون سياسي أنه الممثل الوحيد أو الحصري لشعب الجنوب. القضية الجنوبية هي قضية محورية وقضية رئيسية وقضية لا بد وأن تكون لها الحلول الناجعة بما يتطلع إليها الشعب في الجنوب، وبما أيضا لا يخرجها عن الشرعية وعن أيضا مخرجات الحوار الوطني. هنا نحن نتكلم عن قضية شعب. القضية الجنوبية لا يمكن أن يدعي أحد أنه يمثل الجنوب منفردا وأن حوله إجماع سياسي وشعبي وأنه من يحظى بالغالبية وأنه من يمثل الشعب في الجنوب. لا شك أن الحراك منذ أن انطلق في عام 2007 وهو ينادي بحل القضية الجنوبية، الحراك الجنوبي عندما انطلق في عام 2007 كان حراكا مطلبيا، وكانت هناك مطالب للشعب في الجنوب، وكانت هناك إخفاقات بالفعل وإرهاصات مرت بها الوحدة خلال فترة سنواتها منذ أن بدأ في العام 90 وإلى عام 2007 حينما انطلق الحراك. كان هناك حجب من قبل النظام السابق نظام عفاش لكل يعني لكل الجنوب وكل ما يعانيها الجنوب، كل الأزمات كان يخفيها النظام السابق، وانطلق الحراك الجنوبي. وتلا ذلك أيضا بعد انطلاق الحراك الجنوبي تشكلت عدة تشكيلات سياسية. اليوم نحن في هذا الخضم وفي هذه الدعوات لتشكيل مجلس أو إعلان مجلس أو مكون سياسي أو حامل سياسي للقضية الجنوبية، من حق الشعب أن يختار من يمثله، لكن نحن اليوم نتكلم عن أشخاص بعينهم يحاولون أن يسيطروا على مجريات الأمور في الجنوب ويدعون بأنهم هم أهل الحق وأنهم من يطالب بالحقوق لشعب الجنوب ويضعون أنفسهم ممثلين حصريين لشعب الجنوب. هذا الأمر طبعا لا ينبغي أن يكون، وهناك رموز لها نضال
ونحن لا ننكر نضال هذه الرموز وتلك القيادات السياسية، لكن نحن نربع بها من أن تحرق تاريخها السياسي وتاريخها النضالي، وأن تتبوى هذا الأمر، وأن تدعي أنها ممثلة لشعب الجنوب. اليوم نحن نختزل القضية الجنوبية بهذا التوصيف. هذا الأمر يختزل القضية الجنوبية في أشخاص، والقضية الجنوبية هي قضية وطن وقضية شعب. فلماذا نختزل هذه القضية في أشخاص يدعون الأحقية ويدعون أنهم من يمثل شعب الجنوب؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقول أن من قاموا اليوم ودعوا إذن إلى أستاذ عبد الناصر يعني السياسة. نعم دعنا نشك معنا في حوارنا الأستاذ إبراهيم القاطبي الذي ينضم معنا عبر سكايب من نيويورك وهو المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. اهلا وسهلا، مساء النور لك ولمشاهديك الكرام. اهلا بك استاذ ابراهيم. يعني جمله 4 مايو يختلف عن بعد هذا ما جاء في البيان او ما عرف بالكيان السياسي الجنوبي، هل نحن امام مشهد مضطرب في عدن؟ انا في اعتقادي اذا لم يكبح جماح من قاموا بهذا الترتيب لهذه المظاهره وتم توقيفهم بهذا العمل الذي يقوض الشرعيه، فانا اعتقد ان عدن ستنطلق نحو سيناريو ليس بالجيد، وانما سيكون مقلق للداخل اليمني وايضا للمشهد الاقليمي، لانه كما تعرفي كان من الصعب على الشرعيه والقوى الجنوبيه تثبيت نوعا من الامن والاستقرار في العاصمه عدن، ومن ثم هذا النوع من الاستقرار سيقوض، ستدخل هناك على الخط ميليشيات لن تخدم لا القضيه الجنوبيه. لكن هناك من سيقول ان مظاهرات سلميه لما يكبح جماحها تعبر عن رايها. أنا لا أقصد المظاهرة، نحن في اليمن نؤمن بالديمقراطية، والحقيقة أنه ما نقوم به الآن على كل الأصعدة هو من أجل استعادة الدولة الديمقراطية الفيدرالية لكل اليمنيين. نحن نؤمن بحرية الحقوق بالحريات والحقوق، وحرية التظاهر هي من أهم تلك الحقوق، لكن عندما يؤمر أو تؤمر مظاهرة من قبل ضاحي خلفان والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتية ويدخلون في الخط بشكل مباشر، أصبحت المظاهرة مسيسة لطرف إقليمي ولم تعد مطالب شعبية في وجهة نظري. نحن نعرف أن هناك انقسامات حقيقية في الشارع الجنوبي الآن، هناك من يتحدث من حضرموت أننا ليس لهم علاقة بما يجري في عدن، من يختزل الآن القضية الجنوبية في شخص تم إقالته من قبل الحكومة الشرعية المدعومة من قبل التحالف العربي، هذه مشكلة حقيقية. ولماذا التوقيت هذا الوحيد الذي أتى ليأتي بالقضية الجنوبية وكأن هناك حوار وطني جامع الآن سيقصي القضية الجنوبية؟ القضية الجنوبية قضية معترف بها داخلياً ودولياً، وقضية وضعت على الطاولة في مخرجات الحوار الوطني، وقضية ما زالت تناقش، وهناك تباينات حتى داخل أطراف الحراك الجنوبي، ومن لم يقل أن هناك قضية حقيقية فهو ينكر الحقائق اليمنية، وفي نفس الوقت من يختزل القضية الجنوبية في شخص، فهذا هذا إهانة للقضية الجنوبية ولشهداء الجنوب ولكل ما قام به الأخوة في المحافظة الجنوبية من أجل استعادة الدولة. هل الرئيس عبد الرب منصور هادي ليس جنوبيا؟ هل رئيس الوزراء ليس جنوبيا؟ هل سفير اليمن لدى الولايات المتحدة ليس جنوبيا؟ هل سفير اليمن لدى الأمم المتحدة ليس جنوبيا؟ هل هؤلاء ليس لهم أي شيء في ما يحدث في الجنوب؟ لذلك لا يجب أستاذ إبراهيم، كما اختزل المشهد في المحافظة الشمالية بقيادة المخلوع علي عبد الله الصالح والحوثيون. نعم، برأيك أن البيان بشكل إجمالي ما الذي يحمله من إشارة، خصوصا الحديث عن الشرعية المختطفة؟ أنا في اعتقادي إذا هم يتحدثون عن شرعية أشخاص كانوا موالين للإمارة العربية المتحدة، ولذلك سنتحدث بالشكل الواضح. عندما يقولون الشرعية المختطفة، هناك شرعية واحدة منتخبة من قبل الشعب اليمني ومعترف بها. نعم
نعم، يبدو أن يعني سقط الاتصال بالأستاذ إبراهيم، سنعاود التواصل بك أستاذ إبراهيم. عودة إليك أستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، يعني فيما يتعلق بالكيان السياسي الذي تم إعلانه من خلال البيان، برأيك هل يصب في يعني مصلحة استعادة الدولة ومقاومة الانقلاب، أم أنه عبء مضاعف على الدولة؟ يا عزيزتي، الإعلان عن كيان سياسي وعن حامل سياسي لا يزيد القضية الجنوبية إلا تعقيدا، ويفقد القضية الجنوبية توازنها، كما تكلم الأخ إبراهيم وقال بأن القضية الجنوبية قضية معترف بها محليا ودوليا وعلى المستوى العربي أيضا يعني إقليميا، فلماذا هذا الشطط؟ ولماذا ينبري اليوم بعض الأشخاص ليحاولوا أن يخرجوا القضية الجنوبية عن مسارها الصحيح؟ نتساءل ماذا حقق أولئك النفر للقضية الجنوبية منذ العام 2007 وإلى يومنا هذا؟ ماذا حققوا للقضية الجنوبية ولشعب الجنوب؟ والله لولا الله سبحانه وتعالى، ثم عاصفة الحزم التي انطلقت من خلال الشرعية التي عين عيدروس الزبيدي من خلالها، لولا عاصفة الحزم لكان الحوثيون والمخلوع يسيطرون على كامل تراب الجنوب ويتنفذون على مياهه الإقليمية، ولكان الشعب الجنوبي اليوم يرزح تحت نيرهم وتحت استعبادهم. لكن نعم، لكن استاذ عبد الناصر، في البيان يعني اشير لدور التحالف، وربما ركزوا على دور التحالف الايجابي وما الذي قدمه بالنسبه لعدن، وهناك يعني تهميش لدور الشرعيه، او يعني كما سميت بالشرعيه المختطفه، واتهام واضح ربما لم يكن بجديد. يعني قبل فتره يعني كان هناك مؤتمر صحفي واتهم فيه السيد عيدروس مجموعه يعني لم يسمهم موجودين في السلطه، هم الذين يعرقلون يعني التنمية في عدن. على العكس يعني هناك إشادة بدور التحالف. الإشادة بدور التحالف من قبل عيدروس الزبيدي أو قيادات الحراك، نعم، وتهميش الشرعية التي انطلق التحالف العربي من خلال شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، وهذه الشرعية هي الشرعية المعترف بها عربيا ودوليا وشعبيا. فلماذا نقول او نثني على التحالف ونحاول ان يعني نقول ان التحالف ينأى عن الشرعية؟ هذا امر يخرج عن جادة الصواب. الشرعية متمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته هي نفس الشرعية التي انطلق منها التحالف العربي. التحالف العربي لا يعترف إلا بهذه الشرعية، فكون أولئك الذين اليوم ينبرون على الساحة الجنوبية ويأخذهم الشبط ويحاولون صرف مسار القضية الجنوبية وإفقادها المشروعية وإفقادها الدعم العربي ودعم التحالف، هذا الأمر يخرج عن جادة الصواب. لا يمكن أن يكون الثناء على التحالف جانب في الجانب الآخر، وفي الجانب الآخر يذم الشرعية. الشرعية والتحالف كل لا ينفصل عن بعضه، وبالتالي فمن يقومون اليوم بمثل هذه الأعمال الصبيانية وتلك الأعمال الارتجالية، نعم، التي تفقد القضية الجنوبية، تفقدها شرعيتها وتخرجها عن مسارها العربي، ولا يصب مثل هذا الأمر إلا في خانة الحوثيين والمخلوع. هذا الأمر يعزز هذه الجماعات الإرهابية والإنقلابية ويعطي لها زخما، وأيضا يشعرهم أن الشرعية ضعيفة وأن عدن خرجت عن إطار الشرعية. هذا الأمر يعود بالانتكاسة على ما حققه الشعب الجنوبي من خلال التحالف العربي ومن خلال عاصفة الحزم التي أعادت للجنوب كينونته وديمومته، وأيضا يفقد الجنوب والجنوبيين ما خرج بها الجنوب من خلال مؤتمر الحوار والذي أجمعت عليه كل القوى السياسية، والتي رأت أيضا أن
الأقاليم هي الحل الأمثل لكل القضايا في اليمن، وهي أيضا نظام فيدرالي راقي، ويستطيع الجنوب وتستطيع كل المناطق سواء في الجنوب أو في الشمال أن تحكم مناطقها وأن تحكم أقاليمها من خلال أبنائها، وأن تستأثر بمواردها وأن يعادلها حقها السياسي. إذن نحن اليوم أمام حركة صبيانية غير عقلانية تحاول أن تفقد القضية الجنوبية شرعيتها وتفقدها دعمها العربي من خلال التحالف العربي الذي انطلق من شرعية معترف بها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الناصر العودلي الأمين العام المساعد لحزب جبهة التحرير، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. أستاذ إبراهيم، أنت والسادة المشاهدين أتمنى أن تبقوا معنا لبعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، هل يشكل حاشد الخميس أهمية بالنسبة لمشروع استعادة الدولة الاتحادية، أم أن هذه التحركات هي على الضد من هذا المشروع؟ أنا في اعتقادي أن الذي حصل في عدن، مع احترامي الشديد لحق الأخوة في المحافظة الجنوبية في التظاهر وحق حتى تقرير المصير، الذي أتى في عدن هو أتى نتيجة لإقالة شخصين محسوبين على دولة الإمارات العربية المتحدة. فلذلك الهدف كله هو كان إعطاء نوعا من الشرعية للعيدروس من أجل أن تلعب به كورقة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شرعية الرئيس هادي، ومن أجل إدخاله في شراكة في الحكومة الشرعية، ومن ثم تلعب من هذا الباب. في وجهة نظري، أولا القضية الجنوبية قضية مسلم بها، ما يجري في اليمن هو حرب من أجل استعادة الدولة، من أجل إنهاء الانقلاب، ومن أجل بناء دولة فدرالية لكل اليمنيين. لو سلمنا لأجل قضية أو أخرى لسلم اليمنيون لرايات الصرخة وأعلام الصرخة التي تدعو إلى الموت والقتل والاقتتال. فلذلك نحن كل اليمنيين يريدون بناء دولة لهم جميعا فدرالية، بحيث أن كل منطقة تحكم منطقتها بما تخدم مصالحها على المستوى المحلي. ما نراه يحدث في هنا وهناك هي لأهداف ربما لا تخدم حتى القضية الجنوبية، ربما تخدم أهداف أقليمية مثلا كما يعرف ويشاع في اليمن بشكل كامل، أصبح حقيقة. يعني هو من أجل السيطرة على الموانئ اليمنية الحقيقية في عدن وفي المخا وفي المكلا، وما يحدث الآن في جزيرة سقطرى والتي لا يتحدث عنه أي شخص اليوم. لذلك يعني على التحالف العربي ان يكون واضحا من جهه يعني دعمها للشرعيه واستعاده الدوله، وان اي مشروع معارض لا يخدم الا حوثي وصالح، ولا يخدم الا تدخلات ايران السافره في المنطقه، ويقوض الامن الخليجي بالوجه التحديد. بعض الدول للاسف الذي تشارك في التحالف ربما تلعب باوراق اكبر من حجمها، وهي حقيقه لا تعرف ماذا يجري في الأقليم وما خطورة الأوراق التي تلعب بها مثلا بإنشاء كيانات موازية في داخل اليمن في الجنوب وفي الشمال، وهذا سينعكس سلبا على الأمن اليمني وأيضا على الأمن الإقليمي والدولي. نعم أستاذ إبراهيم، يعني هناك من يجد أن أو يعني يرى في الجماهير أنها أصبحت أداة سلطوية خارج سياق القضية، هل تتفق؟ لا ما اسمع سؤالك. هناك من يرى ان الجماهير استاذ ابراهيم اصبحت اداه بالنسبه تستخدم لاغراض سلطويه خارج ربما اي سياق لقضيه ما، هل تتفق مع هذا الراي؟
لا يجب الخلط بين ذاك وذاك. عندما تخرج الجماهير بمطالب حقيقية من أجل استعادة دولتهم ومن أجل الديمقراطية والحق وبناء دولة لكل اليمنيين ومن أجل حقوق، نحن ندعم هذا التوجه. لكن عندما يكون التوجه مسيس لأغراض سياسية لأشخاص فاسدين أو من أجل التوغل في المنشآت اليمنية واحتلال بعض المواني والجزر، فنحن ضد هذا التوجه. يعني هناك دائما المظاهرات تكون مسيسة بهذه الطريقة أو بالأخرى. نحن ندعم المظاهرات التي من أجلها يريد اليمنيون بناء دولتهم واستعادة دولتهم وبناء فدرالية حقيقية لكل اليمنيين ونظام والقانون يحكم الكبير والصغير. هذا التوجه الذي نحن معه. لما يكون التوجه من أجل شخص سواء كان في شمال الشمال أو في جنوب الجنوب، نحن ضد هذا التوجه الذي يقوض يعني العملية الانتقالية للسلطة ويقوض يعني التدخل العربي من أجل كبح جماح إيران في اليمن، والذي يقوض الشرعية ويدعي إلى انتشار النعرات الداخلية والمناطقية والطائفية والميليشياوية. نحن ضد هذا يعني، ويجب أن نفرق بين الدعوات السياسية لأهداف شخصية وبين الدعوات السياسية من أجل مشروع جامع لكل اليمنيين. نعم، إذن ابقى معنا أستاذ إبراهيم. ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرقيب الهدياني وهو صحفي من عدن. مساء الخير أستاذ عبد الرقيب. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. لو بدأنا بنقاش مضامين البيان الذي وصف سلطة الرئيس هادي في سياق اعتراضه على قراراته بأنها سلطة إرهاب سياسي مسيطرة على القرار، وهو ربما يشير إلى جماعة تسيطر على القرار السياسي في عدن، كيف تفسر على هذا الأمر؟ بكل تأكيد الفعالية التي حضرت اليوم في ساحة العروب ممثلة بالمحافظ المقال عيدروس الزبيدي كانت عبارة عن ردة فعل، وردات الفعل في الغالب تكون غاضبة عاصفة غير مدروسة، فيها من الشطط وفيها من المبالغات. نحن يعني كمراقبين ننظر إليها في هذا الإطار، هي ردة فعل على إقالة المحافظ السابق عيدروس الزبيدي، وبالتالي جمعت الكثير من العبارات التي فيها من الشطط وغير واقعية وفيها خيال واسع. لكن بكل تأكيد في السياق ذاته هناك مظاهرات أخرى خرجت اليوم في عدن، في كريتر رفعت شعار التأييد لقرارة الرئيس عبد الرب منصور هادي، رفعت صور المحافظ الجديد عبد المفلحي، ورفعت صور المحافظ السابق وشكرته على يعني ما قدم. لكن يبقى عدن ليس في حاجة إلى مثل هذه إلى هذا المضمار، مضمار السباق، مضمار تحشيد الشارع. كان ينبغي على المحافظ الزبيدي وقد مكث في سلطة عدن أكثر من عام ونصف أن 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 ينجز لها في مجال الخدمات. يعني عدن لا تنتظر خطابا سياسيا، هو تحدث عن المجلس السياسي أو المكون السياسي لرئاسة الزبيدي. رأينا المحافظ الزبيدي وهو على رأس السلطة في عدن، لا نريد شعارات، هكذا الشارع العدني، نريد خدمات، نريد أن تنجز لصالح الناس، نريد أن نرى اصطفافا موحدا في عدن لكي تنهض بدورها كعاصمة مؤقتة. هي الآن وضعها غير طبيعي، وضعها غير سار، وضعها غير مقبول، ارتكبت انتهاكات في حقوق الإنسان. كانت يجب أن تكون عدن عاصمة ونموذج للتحالف للمناطق المحررة التي بذلت فيها دول التحالف والمقاومة والشرعية الغالي والنفيس، وضعها لأجلها الكثير من الشهداء، أن تكون نموذجا، أن تكون ملاذا لكل اليمنيين الطامحين للدولة، أن تكون عدن بشخصيتها المستقرة في وجداننا، عدن التي احتضنت الثوار، التي تحمل المشروع الكبير،
لا أن تكون بتلك الممارسات التي ظهرت في العام والنصف الماضي، حتى تحدثت منظمات حقوقية وانتقدت بشدة تلك الممارسات الخاطئة التي كانت في عدن وبإشراف المحافظ عيدروس الزبيري. اليوم عدن نعم. أستاذ عبد الرقيب يعني ابقى معنا، أعود إليك بعد الذهاب للأستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم يعني برأيك تحدث البيان أيضا عن دور التحالف العربي، ولكنه لم يشر لدور الشرعية التي يعني يدافع التحالف العربي أساسا لاستعادتها، كيف تفسر هذا التناقض؟ هو أصلا هو مجرد لأن الهدف منه هو تجاوز الشرعية وبناء شرعية موازية للشرعية في عدن، وهذا استهداف خطير للتدخل الخليجي بحد ذاته، لأنه التدخل الخليجي مسنود بناء على القانون الدولي الذي استدعيت من خلال حكومة شرعية. فلذلك يعني هو واضح بالنسبة لما تم هو عملية تضليل، أنهم ليسوا ضد الشرعية ولكن في نفس الوقت ضد الشرعية بالتجاوز الشرعية. هو نفس الخطاب الذي كان يستنسخه أو تستنسخه ميليشيا الحوثية عندما انقلبت وعندما دخلت صنعاء، كانت تقول بشكل واضح أنها ليست ضد الحكومة وليست ضد الانتقال السياسي وليست ضد الرئيس الشرعي، إلى أن تم إلقاء القبض على الرئيس الشرعي وحبسه أو سجنه في منزله، ومن ثم تم الانقلاب على السلطة بشكل كامل. هذا ما يتم في الجنوب الآن. وفي وجهة نظري أن هناك مشروع موازي للمشروع الشرعي يعني تتبناه حكومة الإمارات العربية المتحدة. نعم، لكن أليس هذا أيضا تناقض في مسار التحالف؟ يعني أن تتبنى إحدى دول التحالف مثل هذا المشروع المناهض لمشروع استعادة الدولة الذي يعني يجمع عليه بقية دول التحالف؟ أنا في اعتقادي أن الإمارات العربية المتحدة جرت للتدخل في اليمن ولم تكن وكانت أهدافها غير الأهداف. يجب أن نفرق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. الإمارات العربية المتحدة نحن ندرك أن كانت المشاورات والحوارات التي كان يعني تتم من أجل الانقلاب في صنعاء بين ابن المخلوع علي عبد الله صالح وشلته والحوثيين كانت تتم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني هناك مشاريع متناقضة للإمارات العربية المتحدة في اليمن، هي تحارب ما يسمى بالأخوان المسلمين التجمع اليمني للإصلاح، وهذا واضح. حتى من ضمن البيان كان يتحدث عن الإخوان المسلمين وغيره. فلذلك يعني للإمارات العربية المتحدة أهداف متناقضة في اليمن لا تخدم لا الشرعية ولا أهدافها المعلنة من التحالف العربي ولا تخدم استعادة الدولة، وإنما تخدم تأجيج الفوضى في اليمن الذي سينعكس سلبا على الدول الخليجية ومن ضمنها أو أولها المملكة العربية السعودية، وسيخدم بشكل مباشر وحقيقي هذه المرة الإيران الذي تحاول التدخل من خلال الملف اليمني لكي تحاصر المملكة العربية السعودية والخليج ومن ثم تنشر الفوضى في هذه الدول. فلذلك الوضع من وجهة نظري خطير. لا احيانا بعض الدول التي في 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 التحالف العربي لا تدرك ما تقوم به او لم يكن لها باع سابق في السياسات الاقليميه والدوليه، وتحاول حشر نفسها بطريقه لا تعرف حجمها وبطريقه وكانها تتصرف كانها دوله عظمى. لو كانت الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وروسيا يعني تدرك ان الامور او التدخل بهذه السهوله ومن ثم تغيير الموازين القوى في داخل اليمن لتدخلت هي بشكل مباشر. فلذلك احيانا بعض الدول لا تعرف كيف نعم. تدخل وما حجمها في التدخل وكيف أنقل هذه الفكرة ينقلب سلبا على اهداف. نعم، انقل هذه الفكره للاستاذ عبد الرقيب. استاذ عبد الرقيب يعني يجد الاستاذ ابراهيم ان هناك تناقض في البيان، ربما أساسه أن هناك أيضا تناقض في موقف بعض دول التحالف مشيرا إلى الإمارات بوضوح. يجد أن للإمارات أيضا مشاريع متناقضة داخل عدن لا تخدم القضية وسعادة الدولة، وإنما تخدم يعني تأجيج الفوضى في اليمن كما قال. ويعني من خلال يعني نحن في نهاية الأمر يهمنا مصلحة الشعب اليمني أن يستعيد دولته وأن يحقق الأمن والاستقرار. برأيك هل يمكن أن يتحقق كل ذلك في ظل هذه التناقضات الموجودة على الأرض؟
صدقوني، ويعني انا يعني من خلال يعني متابعتنا لفعاليات الحراك وخطابهم وبياناتهم والسقف المرتفع والشطط الذي يظهر في بياناتهم في كل فعالية يقيمونها هنا في عدن، لا يعدو مهرجان اليوم في ساحة العروض على أن كونه احتفاء باعتزال المحافظ السابق عيدروس الزبيدي وإخراجه من السلطة المحلية في عدن. لا يمكن أن لا نعطي أكثر من حقه. لا زالت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يؤكدان في كل محطة وفي كل وقت أن جهودهما في عدن تسير وتسير باتفاق متكامل، ليس هناك أي تناقض. بل أنا كمراقب أرى أن الإمارات استدرجت الحراك الجنوبي الذي كان يرفض القبول بشراكة شرعية، القبول بأن يكون طرفا في المعادلة السياسية، استدرجته إلى الملعب السياسي، إلى الشراكة في السلطة المحلية في الحكومة وفي كل السلطات لدولة الشرعية، وبالتالي سحبتهم إلى هذا الملعب وصاروا مكونات شريكة ضمن الحكومة الشرعية والسلطة المحلية، وطبحت شعاراتهم التي كانوا يطلقونها في الساحات ووضعتهم على المحك من خلال السلطات، مشاركتهم في السلطات المحلية، وتعرف تلك الشعارات وتلك الخطابات والأسقف المرتفعة انهارت أمام الناس. إذن إجمالا تلعب الإمارات دورا مكملا، وإجمالا يعني المشكلة أكبر يعني من بعض النظرات الصغيرة لبعض البيانات وبعض الشطحات. وأرى أن إذا كانت هذه الأدوات قد أخطأت فهو الرئيس عبد الرب منصور هادي قد شطبها بجرة قلم، سواء السلطة المحلية برئاسة الزبيدي أو الحزام الأمني والوزير هاني بومبريك الذي له انتهاكات. نعم، اتضحت الفكرة. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرقيب الهدياني الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة أخيرة لك أستاذ إبراهيم، يعني اختلف معك الأستاذ عبد الرقيب ويجد أن دور الإمارات دور مكمل، ولكن يعني أنتقل من هذه النقطة برأيك الحكومة الشرعية والتحالف العربي أمام هذا المشهد، ما الذي يعني عليهم من مسؤولية تاريخية في هذا الظرف الحساس؟ أن يتم العمل بشكل جماعي، احتواء من تم إعلان أساميهم في البيان الذي سمي ببيان عدن، ومن ثم الدخول في شراكة حقيقية يعني. لكن أن يقال أن هناك اختزال لطرف جنوبي على آخر، فلذلك هذا في وجهة نظري تضليل. العطاس يوجد في الرياض، كل القوى الجنوبية من ضمن الشرعية، فلذلك الآن نحن بحاجة إلى ردم الصفوف، إلى بناء يمن مستقر. ولذلك ما يجب على الحكومة الشرعية هو إقالة من يعملون لصالح طرف ضد الحكومة الشرعية في اليمن، لأن المشروع هو مشروع يمني، وبناء الدولة هو مشروع لكل اليمنيين، ومن يتجاوز هذا المشروع هو يعمل ضد استعادة الدولة وضد بناء دولة حقيقية لكل اليمنيين، وهو يتناقض مع أهداف التدخل الخليجي الذي يدعى أنه دخل اليمن أو شارك في تحرير اليمن من ميليشيات الحوثي وصالح. فلذلك يجب تقوية الشرعية، يجب الشرعية أن يكون لها الآن اصطفاف شعبي، أن تعمل على كل المستويات المحلية، أن تستيقظ من بعض النوم التي هي فيه، وأن تتحرك على المستوى الداخلي والخارجي. أما الأصوات التي تظهر هنا وهناك، هذه مشاريع صغيرة وشخصية لن تنجح، ولن ينجح بها الحوثي ولا صالح ولا غيره. اليمنيون مصرون على بناء دولة، على إنشاء ديمقراطية لكل اليمنيين، على فدرالية الدولة بشكل محلي، بحيث ينعم اليمنيين جميعهم، شمالهم وجنوبهم وشرقهم وقربهم، بالدولة تخدم مصالحهم على المستوى المحلي إلى المستوى المركزي. فلذلك أي مشاريع ستسقط في اليمن، وأي مشاريع لا تخدم إلا دول بحد ذاتها سوف تسقط في اليمن، وهذا مجرب على مدى التاريخ. فلذلك المشروع الوحيد هو انتهى الوقت أستاذ إبراهيم. شكرا حقيقي. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القعطبي محلل سياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك.
ومشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية المساء اليمني لهذا اليوم. إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.